نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، وأوضح المركز الإعلامي أنه جرى التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شددت على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي. هذا واضافت ان عمليه اخلاء غرف السكن بالمدن الجامعيه التابعه لجامعه القاهره هو امر روتيني مؤقت معمول به منذ بدايه جائحه كورونا وذلك لتعقيمها بالكامل بالاضافه الى تركيب شبكه حديثه لمكافحه الحرائق بالمدن الجامعيه ولا علاقه له نهائيا بالغاء الفصل الدراسي الثاني هذا واشارت الى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافه الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهوريه في موعده المحدد بشكل طبيعي دون الغاء وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي